مين؟ البطل المقاتل عبد الجواد سويلة الملقب بالشهيد الحي. البطل المقاتل هنيدي مهدي ابو شريف الذي قام باسر اول اسير اسرائيلي واسمه يعقوب فاتون كرومي ابن اخت رئيس اسرائيل عزرا وايزمان. البطل المقاتل علي عبد الغني احد الابطال الذين قاموا بضرب المدمر والميلاد. البطل احمد ادريس الذي قام بوضع شفره حرب السادس من اكتوبر. العميد احمد كمال محمود عبد الفتاح وتتسلم عنها زوجته السيده سماح بدوي محمد حكيم. العميد احمد عبد النبي وتتسلم عنها زوجته السيده مروه محمود السيد. النقيب خالد محمد كمال المغربي ويتسلمها عنها والده الأستاذ محمد كمال المغربي. البندي اسلام رضا المحمدي بدر ويتسلمها عنها والده الاستاذ رضا المحمدي بدر.